انطلقت اليوم في حديقة الحيوانات بالعين فعاليات مهرجان صون الطبيعة الخامس 2023 استدامة الطبيعة، اللي يضم الكثير من الأنشطة والبرامج المتنوعة واللي تهدف إلى إيصال رسالة الحديقة في حماية الحياة البرية والحفاظ على الثروات الطبيعية وترشيد استخدامها. والملفت أن هذا المهرجان سوى شيء جميل لطلبة، حيث يستقبلهم طوال أيام الأسبوع مجانا. أكيد دامك انت من العين اكيد اكيد لازم تزور انت هذا المشكله. مش طالب، لازم اروح اقول لهم اني طالب خلاص. بس يبين عليك انك طالب اكيد. اكيد مشاهدينا، وتستمر فعاليات هذا المهرجان حتى 12 من نوفمبر في مناطق مختلفه من الحديقه، ابتداء من البوابه الرئيسيه مرورا بالمعارض والمسرح والمنطقه المحيطه به ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، بالاضافه لخيارات الطعام المفضله لدى الزوار من خلال مجموعه متنوعه من المطاعم والمقاهي. طبعا للحديث اكثر عن هذا المهرجان ويانا عبر الهاتف الاستاذه حصه احمد القحطاني، رئيس وحده برامج صون الطبيعه في حديقة الحيوانات بالعين. يا مرحبا وسهلا فيك في مساء الإمارات. حياك الله. يا مرحبا. يا مرحبا فيكم أخواني الكرام، حياكم الله. يا مرحبا الساعة. طبعا أستاذة في البداية يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي تسوونها أكيد، لكن نبغى نعرف كيف كانت الأجواء أو أجواء اليوم الأول من هذا المهرجان. والله الأجواء كانت جدا جميلة ومبشرة، وما شاء الله تعرفون في العين عندنا تعدلت الأجواء الحين، نسبة الرطوبة واطية، فكنا جدا محظوظين الحمد لله، وكان في إقبال جميل من الزوار والمدارس أيضا. جميل جدا. طبعا قبل لا أسألك السؤال، تستقبلوني أنا بعد ضمن الطلاب ولا ما تستقبلوني؟ إذا كنت تحت 18 سنة حياك الله. يلا يعطيك العافية. طبعا لو نقدر نعرف شو هدف مهرجان صون الطبيعة. طبعا مهرجان صون الطبيعة يأتينا بهالسنة تحت شعار استدامة الطبيعة. نعم. ويسلط الضوء على الاستدامة البيئية والتي تعتبر قضية جوهرية في دولة الإمارات. نعم. ويبرز المهرجان مبادرات وجهود الاستدامة على مستوى المؤسسات وأفراد المجتمع. نعم. وأيضا يحث على أهمية نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الاستدامة البيئية. جميل جميل أستاذ. أكيد نحن تحدثنا بدورنا عن خلينا نقول الأطعمة والمقاهي الموجودة هناك، لكن نبغاك تحدثينا شوي عن الفعاليات اللي تتصاحب مع هذا المهرجان. طبعا يضم المهرجان أنشطة وفعاليات متنوعة مثل ما ذكرتوا، مثل الورشات التفاعلية للأطفال اللي تجسد معنى الاستدامة بطريقة مشوقة وممتعة. وأيضا ما ننسى وجود فعاليات ومسابقات المسرح اللي دائما تجذب الجمهور، ففي عدد من المشاركين والمؤسسات المشاركة مقدمين عدد من العروض المسرحية، وأيضا في جوائز للمشاركين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات المحلية والشركاء لحديقة الحيوانات بالعين لعرض جهودهم وابتكاراتهم في الاستدامة البيئية. جميل جميل جدا. طبعا أنتم معروفين كمركز مجتمعي قبل يكون هي حديقة، لكن على صعيد التعريف بالحيوانات شو اللي يقدم المهرجان في هذا المجال؟ يقدم فقرات تثقيفية بعنوان حديث ملاحظي الحيوانات، يعرض فيه ملاحظي الحيوانات عندنا في الحديقة أهم خصائص وصفات ونوادر بعض الحيوانات الموجودة في الحديقة. ولهذا المهرجان اخترنا عدد من الحيوانات مثل حيوان الليمور والنمور والفهود اللي يتحدثون فيها ملاحظو الحيوانات عن المخاطر اللي تواجهها في البرية وشو دورنا نحن كأفراد في المجتمع المحافظة عليها. جميل جميل يا سادة حصة. طبعا أكيد في جهات مشاركة في هذا المهرجان، لو تحثينا بدورك عن عدد هذه الجهات وما هي هذه الجهات؟ حاليا عندنا عدد ما شاء الله، صراحة بقولكم عدد الجهات في تزايد مستمر ما شاء الله. اليوم صراحة زادوا علينا عددين اثنين، فصعب اني انا احصي لك الحين رقم محدد، ولكن حاليا متواجدين معنا صندوق الدولي للحفاظ على الحباره. جميل. شركه ابو ظبي لاداره النفايات تدوير، وهيئه الزراعه والسلامه الغذائيه، والهلال الاحمر الاماراتي، وايضا جمعيه اصدقاء البيئه وجمعيه مرضى السرطان. جميل جدا. طبعا تبارك الرحمن جهود مبذوله، ونتمنى ان شاء الله انكم تتوفقون في هذه المهرجانات، واكيد الاقبال موجود، وباذن الله انا بزوركم وبحاول اني ادخل الله يحييك ويبقيك ان شاء الله. الاستاذه حصه احمد القحطاني، رئيس وحده برنامج صون الطبيعه في حديقه الحيوانات بالعين، كل الشكر لك ونتمنى لكم التوفيق.